القضية اليوم كما ديما نفس الخدمة نفس كل شيء، ما كاينش الفرق. أول يوم الناس خارجين بزاف، شوية دابا كاين شوية الرواج، هذاك شوية الرواج فيه شوية، فيه الدنيا عمرت شوية، عمرت شوية الدنيا. ما لقيتوش مشاكل في الطريق؟ الحمد لله شوية، ما كاينش مشاكل بزاف، ما كاينش مشاكل. الحركة دابا انتم كما كتشوفوا بنادم خرج، يعني بنادم خارج وباقي داير الاحتياط، حيت انتم كتشوفوا كما كتشوفوا دابا بنادم باقي الحالات باقيين، الناس باقي خايفين شوية، ما كاينش باقي، ما كاينش داك ما النفس ديال الانسان باقي ما مرتاحاش. ما نكذب عليك كاين واحد شوية ديال الخوف، حتى بنادم اللي كيقرب ليك وداك الشيء يعني ديما كيكون واحد شوية ديال الشك، واخا الناس كيقول لك صافي ما كاين والو، ولكن باقي الشك. الحركة اليوم شوية ناقصة، ما كاينش اقبال بزاف عند الناس وداك الشيء، وتنلاحظ الناس ما كاينش واحد شوية ديال التباعد وداك الشيء، مازال الناس ما مفهماش بان هذا الشيء كاين الخطورة وهذا الشيء، ولكن ما كاين واحد العبث شوية، ما كاينش واحد النظام ولا داك الشيء. الناس كيجيو كيدورو، كاين شي واحد اللي ما عندهم حتى شي غرض زمكن باش يقضيو هذاك الشيء، كيجيو غير باش يدورو غير باش يشوفو هذاك الشيء، ما هادشي اللي كاين هاد الساعة اللي غنقول لك ليها. كنتمناو زمكن يكون واحد شوية الإقبال، ويكونوا الناس زمكن يتفهموا ويديروا واحد شوية الاحتياطات ديالهم وهذاك الشيء، ولكن داكشي كيبقى كل واحد الفكره ديالو، كل واحد كيفاش كيفكر، وكل واحد كيفاش يعني اجواء بداش كتحرك شويه، وكنلاحظوا حنا في كازا يعني اجواء راه بداش كتحرك، رغم الحالات ما بقاوش في كازا، ونعم بالله الحمد لله. كما كازا راه كنشوفوا درب عمارة متعود عليه انه كيكون عامر، ودابا الحمد لله راه بديت تيسير الله الحمد لله، بشويه بشويه راه الحمد لله غنرجعوا اقلموا مع الجو ديالنا وغنمشي يسير الله سبحانه وتعالى. الناس راه هي 3 شهور تبارك الله راه كافي، ما كفاتهمش باش يلبيو الرغبات ديالهم بحال الديزاينات اللي كيبغيو. اما دابا راه الحمد لله راه دابا بنادم كيخرج وهادي راه كيجيو الناس بطبيعه الحال، غيجيو الناس. الجو قلت لك شويه امور هذا باقا ما باقا زاكي امور شويه وصافي، باقي ما كاينش حركه، باقا ناقصه شويه الناس، باقا مخدم شويه كيخرجوا شوي الناس قلال، الناس قلال الحمد لله. كاين الرواج شويه ولا الله يجعل شي بركه الا خلونا هاد الناس يخدموا. ايوا على حسب داكشي اللي دايرين، دارت السلطه وزاره الصحه بانه خصو يدير التعقيم ويدير الاحتياطات والكمامه والتباعد، والفرق يكون بين الكليان باش ما يتصابوش الناس، هذا هو المهم. الناس ما كتخرجش الصف لداخل؟ لا باقي، حيت مازال ما تقاداش الاجراءات ديال القيصريه. كتجي الناس ولا باقي؟ هو الحمد لله كاين الكريان، ولكن دابا كما قلت لك مازال ما تقدت المسائل باش الناس تدير باش يدير واحد في الباب وهذا الباب الاخر، باش دار التعقيم ودار سميتو باش الناس تخدم مزيان. يعني هاد الناس ديال القيصيره مازال ما قادوش الامور ديالهم، داكشي علاش باقي ما تحلش القيصيريه. شويه الحمد لله، ولكن باقي ما بانش، الناس باقي ما جاوش، الناس اللي بعاد اللي كنتعاملوا معاهم الناس على برا وداك الشيء مازال ما جاوش. بالنسبه للترونسبور دابا باقي ما خدمش 100%، باقي ما تحركش ترونسبور 100%، حيت اغلبيه دابا حنا كنخدموا مع المدن ديال الجنوب ولا الشمال، ولا دابا باقي الدراري باقي ما بانوش، باقي الترونسبور شويه باقي معكلهم شويه. وان شاء الله تتنقص شويه هاد الشهادات ويكون خير ان شاء الله. والرواج راك عارف، الرواج ما عمره غيكون كما كان، الرواج شويه قضيه راه 50% قضيه قاصحه شويه، يعني المدخول اللي كندخلو راه ماشي هو المدخول اللي كاين دابا، وحنا دابا غير كنسلكو صافي، هادشي ما خدامش، هادشي ما خدامش. اللي كليون بنادم كيجلس، بنادم غيجلس لك في الطبله، ثلاثه الناس كيوليو يجلسوا لك ثلاثه الناس، ثلاثه الطوابل، يعني راه ولا مشكل، ولا مشكل كبير، وهادشي اللي كاين اخويا. وتقريبا اخويا هاد الناس قلال هاد الصباح هذا، وبنادم خايف، أكثرية كياخد القهوة ديالو في لومبورتي وكيمشي، بنادم ما كيجلسش في القهوة فهمتي، كيخاف كيقول لا المرض كدا هادي، صافي هادشي اللي كاين، حنا درنا المعقمات ديالنا ودرنا المسائل ديالنا، وهادشي اللي كاين أخويا. دابا هنا السوق ديال المارشي سونترال معروف هنايا بالكليون اللي كيجيو كيريحوا هنا كيسهلوا كل الأشياء سيغ بلاص. دابا مع الكونفينمون داكشي الناس ما كاينينش، انسان عادي هادشي خصو يتقبلو، انسان خصو يصبر لهاد المسائل هادي.
وان شاء الله من بعد ان شاء الله دابا ملي ترفع الحجر الصحي دابا ان شاء الله راه غادي يكون ان شاء الله غادي ترجع الامور كما هي كما في جميع المجالات كاملين ترجع الامور كما كان ان شاء الله الرحمن الرحيم. كل حاجه والثمن ديالها كاين السلعه ديال الداخله السلعه ديال الوالديه كل حاجه والثمن ديالها اثمنه ما كيتغيروش اثمنه عاديه جدا بالعكس دابا السلعه اللي حنا كن اللي كنبيعوا حنا ما عندها حتى شي علاقه بهذه السلعه كتجي من البحر كجميع السلع كالخضره كالفواكه ك هاد لي كريستاسي هادو جيو عادي انت هما بالعكس دابا هادو شي بالعكس هما هادو ديال كيصلحوا الكورونا ماشي كيصلح الكورونا كاين اونتي كورونا علاش؟ حيت فيهم تيقووا المناعه وفيهم واحد الماده ديال اليود واليود راه معروفه انها تقوي المناعه. بالنسبه للمارشي سونترال كنخدموا مع القهاويلي هنا اللي خدامين برا وداك الشيء كنليفريو لهم السلعه كزار هذاك الشيء من الناس هنا المارشي سونترال اصلا الحركه ميته بلا كورونا بلا سميتو حركه ميته حركه ميته هنا ما كاينش واحد المارشي هنا ما كاينش كيوصلنا للمارشي ما كيكون الزهام وداك الشيء وهذا سميتو سيركيلاسيون وداك الشيء وما كاين ستاسيون ما فين ستاسيونيو الناس هذا هو المشكل ديال المارشي. المشكل ديال الكورونا كورونا ما داير كورونا الناس راه داير احتياط راه معقمين كلشي معقم كلشي مصاب المهم الحوانت عندهم التعقيم ديالهم كلشي ولكن المارشي عيان